حابا بكم في هذه التكره التكره الزنزال التكره 8، يعني اللي كنعرفوا انه ديك السنه الفارطه انه ضرب الزنزال. اليوم كاينه التكره ديال هذا الزنزال، للاسف لازال كما كتشاهدوا، يعني باقي داكشي هو يعني الناس باقا مضروره، انه داز عام وباقي نفس المشكل، يعني الناس ما كاينه فين تسكن. الغريب في الامر هو انه كي تنقولوا الشهريه اللي بقادات 2500 درهم، يعني بالله عليكم انه الناس مساكنين دابا اشنو المصير ديال هاد الناس هادو؟ يعني حبذا انه يكون شي تمديد لهاد الناس هادو اللي يستافدوا من هاد 2500 درهم اللي كانت. يعني هاد الناس راه ما عندهم فين يمشيو كما كتشاهدوا، يعني هاد الرجل غادي على التعريف، الوجه المألوف هنا بالملاح سي دي دي. شنو هو الراي ديالك اليوم واليوم الذكرى ديال سنه من الزنزال ولا زال الوضع كما هو؟ السلام عليكم. هو كنا بينا نديرو احتفال وبينا نديرو عزاء، ما عرفتش حيت هاد الزنزال ما عمرني حضرت ليه في حياتي. تنتفكر هذاك النهار عام هذا بحال البارح، بحال لا البارح عام هذا، وهاد الناس ما داروا مع السكينه والو، وبزاف الا جيت نهضر بزاف. وتنشكر المسؤولين واخا ما داروا معنا والو، تنشكرهم من هاد المنبر يجيو يشوفوا هاد الحي هذا، تنطلبهم بزاف يجيو الله يجزيهم بخير يشوفوا هاد الحي، راه صافي راه مولينا مهمشين. داكشي كنا تنشوفوه في التلفزيون او ولينا تنشوفوه هنايا عندنا في الساكنة الحي الملاح. دابا الناس ما باقيش ترجع المحلات، الملاح خوا، الناس جاو الملاح خوا، والناس اللي تنعرفهم اللي كبرنا معاهم وداكشي ما بقى حتى شي واحد، ولينا برانيين تندخلوا للملاح برانيين صراحة الله. وحنا تنطلبوا من المسؤولين يشوفوا هاد المهزلة هادي، هادي راه تنسميوها هي مهزلة، هو قدر الله داكشي ديال سيدي ربي، ولكن شوفوا من حيا راه اليهود راه تيجيو للملاح، تيجيو النصارى، تيجيو الناس منين ومنين تيجيو للملاح تيشوفوه. صومي تيجيو الناس وتيشوفوا هاد حشومة هاد المهزلة هادي تبقى هكا. نهار الأول فاش داز الزنزال بشي تلت أيام ولا معرفتش هي ربع أيام، جاو الشركات وجاو لابسين الكاسكات والجيليات اللي جات، ومني جيت نشوف تلقاه هي شركة جات من فاس، والله يجزيهم بخير جاو تيطيحوا في الديور، والدار لي ريبوار تيخليوها، ما تيهزو لها لا تراب لا والو. شوف هاد الخلا هذا كيدير، ولادنا فين تيلعبوا؟ الناس ترجع المحلة دروك. واخا ما مبنيش، واخا ما مبني، باغي يبيع ليه. البارح في هذاك العجاج والله الا كلشي خرج من المحلات البارح، في هذاك العجاج اللي جا وتسمى التغييرات، داكشي ديال سيدي ربي. والناس راه خرجت من المحله، واخا رايبه ساكن فيها حيت ما عندوش باش يخلص الكرا، تقاد عليه ديك البركه اللي عطاهم حبسوها عليهم. هذيك البنت مسكينه كان خوها مهرس من رجليه بجوج، راه توفى باقي حتى هو مسكين. وكانت هذيك البنت تيقول لي عتق لي يا اختي هاتيدي، ديك الكلمه ملي مشيت تنعز اختو تتحل لي راسها على جوج، طلق المخ، ما شفتش انا المخ بعدا مع الظلام، ما شفناش المخ حتى التصبيحه، حتى بدا تيصبح الحال وباقي تندورو حنا في الحي. زعما الناس اللي باقي ما شفناهاش واللي مردومه، واخا تنشكروا الوقيه المدنيه اللي تكبصات معنا حتى هي، وتنشكروا من هذا المنبر واحد من الوقيه المدنيه السميه ديالتو كاع راه فكري، هذاك الاخ فكري راه ما عمرني ننسى خيرو، وهذاك راه تي ما غاديش نقول له هذاك ماشي من الوقيه المدنيه، كثار من شي حاجه من الوقيه، داكشي اللي دار معنا هذاك السيد ما عمرنيش تنهبشو وتنجبدو، تيقول لي ها وتيعطيني جوتات وتنخرجهم من الساحه باب الملح. هذاك السيد ما عمرني ننساه، هذاك فكري الله يجزيه بخير، تاع الوقايه المدنيه تنشكر المخازنيه تا هما، تنشكر الامن تا هو، كلشي كاع اللي خدم بهذيك الليله، راه كلشي ولينا جنود بهذيك اللحظه. راه بحال الفقير بحال الغني، راه الغني راه تا هو بات معنا في الساحه ديال القزادريه، راه شفتوا كلشي بعينكم. واللي عطى الله هو هذا كرا، داكشي اللي قالت فاطمه الزهراء المنصوري راه ما دارتوش، قالت لهم كل شهر
غادي تشدوا رزقكم، غادي يجيكم الكود. الكود هما الفلوس. حد اللحظه كاين اللي شد ربعه، كاين اللي شد سته. دابا لحد الان اللي سولتيه فهاد الناس واش شدوا، راه مازال ما شدوش. هادشي راه ما داروا فيه والو صراحة. الواري حنا سيدنا عطانا، سيدنا راه عطى للمساكين، حنا تنطلبوا من المسؤولين يعطيونا حنا. ما باقي بينا والو، بينا غير داكشي اللي عطانا سيدنا، هادشي اللي كاين. وتنترحموا على الشهداء هذوك الناس اللي نترحموا على هذوك الناس الله يرحمهم، ساكن راه خوتنا وحبابنا واللي ما تلهش شي حد. ما شكيش اخويا ديدي، يعني الصراحة الدموع، دموع السيد تيبكي لأنه وصلت لدرجة أنه تفكر صحابه وتفكر العائلة ديالو في هذا اليوم، اليوم المؤلم ديال الزلزال. يعني السيد ديدي ما قدرش يكمل معنا، أنه مسكين نزلت الدموع ديالو. هذا كيبين بأنه راه راجل صافي، يعني الصراحة ما قدرش يكمل معنا بمناسبة الذكرى ديال هذا الزلزال اللي ضرب الحوز وضرب مراكش بصفة عامة والحوز. يعني صراحه انه ما قدرش يكمل معنا لانه تفكر بعض الاصدقاء ديالو، بعض الاحباب ديالو اللي ماتوا امام اعين ديالو، يعني ماتوا قدام العيون ديالو. يعني صراحه تاثر بهذا. يعني المشاهدين كنتمنوا ان الله يغفر لهاد الناس هادو في هذا اليوم اللي هو يوم الذكرى. نطلبوا من الله، ان يطلبوا من الله يغفر لهم ويغفر جميع المسلمين.